معي عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ عبد الله الربدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. في البداية نبارك لكم باليوم الوطني. المملكة بطبيعة الحال حققت إنجازات كثيرة في مجالات عدة، من ضمنها المجال الاقتصادي، وتابعنا قبل قليل التقرير حول الرؤية الاقتصادية للمملكة وما تريد أن تنهض به من مختلف القطاعات، هناك في الطاقة وأيضا في الشباب، في إنشاء هيئة للترفيه والعناية أيضا بمناسيب الدخل ومستويات الدخل من خلال إنشاء أكبر صندوق سيادي. إلى أين تريد المملكة أن تصل بكل هذه الرؤى الطموحة؟ أولا مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة وعلى التهنئة. أهلا بك. ومن مستغربة من الأشقاء في دولة البحرين. ونعم، زي ما ذكرت في التقرير، السعودية اليوم بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخذت نهج جديد متجدد في رؤيتها للمملكة، وانطلاقا منها ظهرت لنا الرؤية 2030، ومن ثم ظهرت البرامج التنفيذية، برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي. تقوم الرؤية طبعا على استغلال الطاقات التي لم تكن مستغلة في الفترة السابقة، وزيادة كفاءة أجهزة حكومية، وإطلاق الاقتصاد نحو النمو، واستفادة من الطاقات البشرية الموجودة اليوم، وتحسين البيئة بشكل عام. فلذلك اليوم نجد أنه البرامج التنفيذية تعمل بشكل متوازي نحو تحقيق هذه الأهداف، ومنها برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وكذلك مساعدة الشباب في قطاعات متعددة، منها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدة ريادي الأعمال، وكذلك رفع الناتج المحلي. عموما بمبادرات كثيرة طبعا انبثقت من هذه الرؤية، بدأنا اليوم نشوف كثير منها تترجم إلى أرض الواقع في محاولة لدفع الاقتصاد، محاولة دفع الطاقات البشرية الموجودة في السعودية والاستفادة منهم. نعم. وتهيئة مستقبل أفضل للسعودية. نعم. خصوصا إذا تكلمنا على الجانب الاقتصادي في هذه البرامج، أولا إحنا نعرف أنه كثير أو من الأساسيات الرؤية هي تنويع المداخيل الدولة والبعد عن الاعتماد على. أنا أريد أن أسألك تحديدا عن قطاع الطاقة والصناعة، ما حجمه في الرؤية السعودية المقبلة، وكم تعول الدولة على هذين القطاعين بالنظر إلى أرامكو العملاق العالمي في مجال صناعة النفط وتحوله إلى شركة عملاقة عالمية تعمل في كل قطاعات الصناعة والتعدين أيضا؟ نعم صحيح. بالنسبة لقطاع الطاقة، السعودية طبعا تهدف إلى أن تكون التنويع بجانب الطاقة أنه تحويل أول شيء خصصت أرامكو تحويلها إلى شركة مطروحة أسهمها للتداول، هذا يهدف أول شيء زيادة الكفاءة وزيادة الشفافية في الشركة. نسبة مئوية من أسهمها وليس كلها. التنويع الطاقة اليوم السعودية سواء يعني قطاع النفط أو حتى قطاع التعدين، اليوم السعودية تستثمر بشكل كبير في قطاع التعدين، وحسب ما ذكر الأمير محمد بن سلمان السعودية لم تستثمر إلا 5% أو 10% فقط من القدرات التعدينية التي لديها. نعم. موجودة. لذلك التوقعات كلها تصب إلى أن قطاع التعدين سوف يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي. بالنسبة رجوعا إلى الطاقة، الطاقة في عدة نقاط ممكن نتكلم عليها. الطاقة أول شيء محاولة السعودية أن تنوع من الطاقة البديلة، أول استفادة من الطاقة البديلة في السعودية، فمن ناحية الاعتماد على التنقيب عن الغاز ومحاولة وجود حقول جديدة من الغاز لتوليد الطاقة عن طريق الكهرباء، ويستهدفون رفعها إلى أكثر من 50% خلال السنوات القليلة القادمة فقط. هذا بجانب طبعا البحث عن الطاقة الشمسية والطاقة على عبر الرياح، ونعرف أنه صار في مبادرات كثيرة في هذا الاتجاه. عموما الاتجاه نحو الطاقة البديلة
والإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز هو الاتجاه العام للسعودية خلال الفترة القادمة. نعم. قبل قليل كان معي ضيف في الاستوديو سيد عبد الله، كان معي ضيف في الاستوديو قبل قليل تحدث معي عن جسر الملك فهد وعن دوره في تسيير الحركة الاقتصادية والمسافرين أيضا بين البحرين والسعودية. وأنت معي الآن عن المحور الاقتصادي، برأيك ما هو تقييمك أولا لمستوى التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما الدور الذي خلقه ويخلقه وقد يخلقه أيضا الجسر في المستقبل بين البحرين والسعودية أيضا؟ أعتقد أن التعاون يعني كبير اللي بين السعودية، يعني في نقلة نوعية حدثت بين العلاقات السعودية خصوصا على الوضع الاقتصادي. نعم. بعد إنشاء الجسر الجسر اللي بين السعودية والبحرين. نعم. اللي عام 86 طبعا شكل انعطاف منعطف كبير في الاقتصاد البحريني. يكفي فقط أن لو نتتبع عدد الزوار إلى دولة البحرين نعرف حجم التدفق اللي ممكن يكون، اللي يعني حسب المتوسط اللي أطراه أنه حدود أكثر من 21 ألف زائر بكلا الاتجاهين. 21 ألف لما نرى على دولة البحرين اللي طبعا عدد سكانها 1.1 مليون تقريبا يعتبر عدد كبير بشكل يومي. لذلك هؤلاء الزوار السعوديين اللي طبعا يشكلون الأغلبية من الزوار إلى البحرين سواء من ناحية نفقاتهم داخل البحرين واستهلاكهم أيضا، لا ننسى في مجال أيضا تبادل رأس المال وحركة رأس المال الحرة بين البلدين، ربما مئات الملايين أيضا من الدولارات هي استثمارات سعودية في البحرين مملوكة للسعوديين. صحيح. أو أنها استثمارات مشتركة بين رجال أعمال من كلا البلدين. يقدر طبعا انه المستثمرين السعوديين مستثمرين في اكثر من 300 شركه في البحرين. والبحرين نفسها فيها عده شركات ومؤسسات سواء ماليه او غير ماليه سعوديه تؤسس في البحرين للاستفاده طبعا من التطور في الخدمات الماليه الموجود لدى دوله البحرين، وكذلك استثمارات في مثلا شركه البا، شركه الخليج البتروكيميكال، في شركات كثيره استثمار سعودي كبير فيها. وهذا طبعا غير طبعا التبادل او طبعا التوريد السعوديه للبحرين. نعم. من ناحيه النفط والاشتراك طبعا في الحقل النفطي اللي بين السعوديه وبين البحرين. فالتعاون كبير على عده اوجه سواء من تدفق سيوله، تدفق استثمارات سعوديين. نعم. كثير في البحرين بحكم القرب وحكم تطور الصناعه الماليه في البحرين. وكذلك في كثير من الاستثمارات البتروكيميكال غير الاستثمار في القطاع الريتيل وقطاع التجزئه في كثير من المرافق في موجوده في البحرين لاستثمارات سعوديه. لذلك احنا نستطيع نقول ان الفائده والتبادل التجاري عالي بين البلدين، يمكن بالقياس على عدد السكان يعتبر من اعلى التبادلات التجاريه في حول العالم. فالعلاقه الاقتصاديه بين السعوديه والبحرين تفوق اي علاقه اخرى اعتقد. نعم. بين شكرا. دوله السعوديه واي دوله اخرى بحكم طبعا القرب وبحكم المزيج الثقافي والنوع والموده ايضا التقارب اللي بين السعوديه والبحرين. شكرا جزيلا لك من الرياض المحلل الاقتصادي الاستاذ عبد الله الربدي.